أعزائي طلاب الثانوي، نتابع مناقشة التعديلات على النموذج الامتحاني بالصيغة الأخيرة. سأستعرض النموذج مرة ثانية. النموذج أولاً أجب عن سؤالين من الأسئلة الثلاث الآتية، قسم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى ثلاث أسئلة، المجموعة الثانية ثلاث أسئلة. هنا في هذا النموذج وضع ثلاثة من الكتاب الجزء الأول وثلاثة من الجزء الثاني. في الرياضيات هم كتاب رياضيات واحد، يمكن أن توضع خمس أسئلة من الجزء الثاني وسؤال واحد من الجزء الأول، ممكن سؤالين من الجزء الأول مع أربعة، يعني ضمن طبعا الست أسئلة. ليس بالضرورة هذا الترتيب هو الحصري، هذا ما أريد أن أنوه عليه. ثانيا أجب عن ثلاثة أو حل التمارين الثلاث الآتية 220 درجة. قسم المسائل، حل المسألتين الآتيتين، مسألة من الجزء الأول ومسألة من الجزء الثاني. أستاذ سامر، وصلنا إلى حل المسألة الأولى. طبعا نحن سنتابع على الفضائية التربوية اليوم الساعة الثانية. ممكن أن نعرض نموذج جديد وممكن أن نعرض هذا النموذج أيضا ليتسنى لأكبر شريحة من الطلاب الاطلاع على التعديلات أو الملاحظات على التمارين وكيفية حلها، كيفية استغلال معنى كلمة استنتج، احسب، ادرس، اثبت، يعني مندقق انه كل كلمة الى بدقة كيف نوضع الحل لها. اذا ممكن هلا هون نريد ان نناقش في هذه المسألة الاولى، ليكن سي اف الخط البياني للتابع اف المعرف على المجال من صفر لزائد لا نهائي وفق اف اكس نص اكس زائد 4 على اكس، هذا تابع مرجعي. ممكن يكون نص اكس زائد 2 على اكس، ممكن 4 اكس، ممكن 9 على اكس. عندما تحل المعادله اف اكس يساوي اكس راح يكون جذر الاربعه، اذا كانت 9 جذر 9 جذر 3، يعني العدد الموجود هو الجذر، فتابع صار مثل تابع مولد. لدينا أدرس تغيرات تابع نظم جدول به، يمكن الاستفادة منه. أكثر ما نستفيد من دراسة التغيرات والجدول أنه عندما تكون X من DF يكون FX من DF. هذا شرط لبناء متتالية FUN يساوي UN زائد واحد، هذا شرط أساسي للاستمرار و شرط الانتماء بين X و FX، أن يكون هو نفس DF أو محتوى فيه. الطلب الأول دراسة التغيرات، الطلب الثاني أثبت أن دي مقارب مائل وادرس الوضع النسبي، حل المعادلة سيستفيد منها في إيجاد نهاية المتتالية التدريجية، طبعا مع ذكر الشرطين اللي ذكرتهم. متتالية معرفة بالشكل يو ان يساوي اف يو ان ويو صفر يساوي 4، احسب يو واحد فقط ليقارنه بيو صفر، ان طلع اكبر من 4 في استطراد هون او الاستقراء التزايد والتناقص راح يطلع 5 على 2، راح يكون في عندنا تناقص، يعني انه ليش طلب احسب يو واحد فقط يستفيد منها في الطلب الاخر اللي هو بي، استنتج من تزايد التابع F على المجال من 2 لزائد لا نهائي صحة الخاصة أنه UN متناقصة ومحدودة بالعدد 2، استنتج المتتالية المتقاربة واضح الجواب بالطلب القبله، احسب نهاية الجواب بالطلب الثالث. أنا أريد التنويه هنا، أرسم ومثل الحدود الأولى. هلا تمثيل الحدود الأولى ممكن غض نظر عنه بأنه غالبا ما في تمثيل دقيق على التمثيل دقيق بالامتحانات، فممكن هنا ما ندقق عليها كطلب. أما بالنسبة لحساب النهائي راح يستفيد من حل المعادلة fx تساوي x مع شروط اللي ذكرناها تكون محققة. إذا منتابع الأستاذ سامر على اللوح مع سلم تصحيح إذا بدك، إذا بنعرض السلم، أنسي السلم.
مو هذا أول شريحة، مو هذا الأبلو، الأبلو الأبل هاي هذا. أنا بدي أوضح إنه بندوة سابقة حلينا تمرين شبيه، كانت محدودة من الأدنى بصفر والنهاية هي صفر، يمكن كتب واحد أو كان في حلين صفر وواحد المفروض اختيار، إذا محدودة من إذا متناقصة بنختار الصفر، متزايدة بنختار الأعلى. في ندوة سابقة جرى اختيار أحد الرقمين، ولكن هنا نريد أن ننوه إذا كان هناك حلان أي الحل المقبول، استطراد لندوة سابقة. إذا التابع fx يساوي نصف bx زائد 4 على x معرف من الصفر إلى الزائد لأن مجالات مفتوحة. الطلب الأول ادرس تغيرات f ونظم جدولا بها، يعني عندنا أوجد نهايات وفتحة وإشارتها. نلاحظ مباشرة نهاية التابع عند الزائد لنهاية زائد لنهاية، وأيضا عند الزائد لنهاية يساوي في جوار الصفر موجب زائد لنهاية تابع مرجعي. أنا إذا بترجع الحل أستاذ نعم نعم المعرف هو من الصفر للزائد لنهاية، ما في داعي للصفر موجب على الإطلاق. نعم. فهلا معمول علي إشارة حمراء، ما في داعي للصفر موجب. نعم. صفر بس. إذا نهاية الـ fx عندما في جوار الصفر بيطلع لنا زائد لنهاية. حتى صفر بالأحمر أحسن، ما تبين صفر سالب كمان. أيوة صفر. نعم. المشتق نهاية تابع مشتق نص بـ x زائد 4x، إذا تابع مرجعي مشتقه نصف بـ 1 ناقص 4x، بعد توحيد المقامات وضرب النص بيطلع لنا x مربع ناقص 4 على 2x مربع. لدراسة التغيرات يجب أن نعدم المشتق. ينعدم مشتق عند الاثنين ناقص اثنين، طبعا سوف نقبل فقط اثنين اللي هو ضمن مجموعة التعريف. إذا لما الـ x تساوي اثنين وأوجدنا صورته، صورة الاثنين أيضا هي اثنين لأنه بالتعويض مباشرة، أربعة على اثنين اثنين زائد اثنين أربعة، أربعة بنصف يساوي اثنين. إذا صورة اثنين اثنين. أنا بدي أكد هون انه لما بيكون عندنا الدراسه على ار فرق الصفر مثلا من ناقص لنهايه الصفر ومن صفر لزائد لنهايه، صار عندي هون صفر يمين وصفر يسار. في حال كان الدراسه على جزء من مجال لا داعي لكتابه يمين ويسار، خلص معروف انه هذا مجال الدراسه كتبته وانتهيت. ننظم جدول التغيرات، مجموعة التعريف من الصفر إلى الزائد لنهاية، الصفر غير معرف وغير اشتقاقي، النهاية عند الصفر زائد لنهاية، النهاية عند الزائد لنهاية أيضا زائد لنهاية، انعدم المشتق عند الاثنين وما قبل كان سالب وبعده كان موجب. إذا في حالة تناقص تام بين صفر واثنين، والتابع أيضا في حالة تزايد تام بين الاثنين والزائد لنهاية. هذا كان الطلب الأول وهو طلب أساسي في هذه المسألة. الطلب الثاني أثبت أن المستقيم D الذي معادلته Y يساوي نصف X مقارب مائل الخط البياني CF في ثم يدرس وضع النسبي. مباشرة نلاحظ أن FX ناقص Y مباشرة دخلنا النص لجوا صار عندنا نص X زائد 2 على X ناقص Y مقارب ناقص نص x مباشرة طرح نصف x مع نصف x بيبقى عنا اذا 2 على x. نهاية هذا المقدار 2 على x، اذا نهاية هذا المقدار 2 على x. طبعا اقصدت y للمستقيم. نعم y المستقيم. نعم. y المقارب. نهاية الفرق 2 على x عندها في جوار زائد لنهاية تساوي الصفر، وبالتالي المستقيم d مقارب مائل في جوار زائد لنهاية. المطلوب أيضا دراسة الوضع النسبي. نلاحظ أن إشارة الناتج الفرق هو كسر البسط موجب تماما اللي هو 2، والمقام X أيضا هو موجب تماما على مجموعة تعريفه من الصفر للزائد لنهاية. إذا هذا المقدار هو أيضا موجب تماما. طالما أن هذا المقدار موجب تماما فمعناته يقع C فوق
المقارب دي. نعم. عندك حل للمعادلة؟ الطلب الثالث حل المعادلة كمان يعني معادلة درجة أولى، إذا صار عندنا نص ب x صار عندنا x على 2 زائد 2 على x يساوي x. مباشرة بعد النقل وتوحيد المقامات بيطلع عندنا إذا 2x 2 على x يساوي إذا x على 2. الطرفين بسطين بيطلع عندنا الاكس ومنه بالحل راح يكون اكس نعم. يساوي 2. نعم، اذا بيطلع لنا الحل اكس تساوي 2 وهو حل هذه المعادله. هذا الطلب بده يفيدنا بعد قليل للمتتاليه المعرفه تدريجيا الذي سوف تبنى من هذا التابع. نعم، تقاطع من الصفر بالاول. تماما. الطلب الرابع وهو بمثابه مسألة ضمن مسألة. إذن لتكن يو ان متتالية معرفة تدريجيا بالشكل اليو صفر تساوي 4 أما اليو ان زائد 1 يساوي اف اليو ان. إذن متتالية معرفة تدريجيا على هذا التابع عند كل ان تنتمي لان. المطلوب احسب اليو 1. لدينا اليو صفر تساوي 4، إذن مباشرة اف 1 اليو 1 تساوي اف اليو صفر. يعني ويساوي F الأربعة نجد بالتعويض يساوي 2 5 على 2 نعم 4 على 4 1 إذن مباشرة يساوي 5 على 2. الفائدة من هذه الطلب سوف يلزمنا في إثبات الخاصة بعد قليل وبناء تصور مبدئي عن اضطراد هذه المتتالية. بدأنا بالأربعة صرنا 2.5، إذن بناء مبدئي لاضطراد التالي، لكن هذا الحساب سوف يفيدنا في اثبات صحه الخاصه. نجي على الطلب 4 بي، استنتج من تزايد التابع على المجال من 2 للزائد لا نهايه. لقد وجدنا قبل قليل ان التابع متزايد شوفوا بالسلام نعم 2 والزائد لا نهايه كان التابع في حاله تزايد تام. محلول الخطوه 8 نعم اثبات صحه اذا بتستعرض على السلام نعم. اذا اوجدنا اليو 1 أول نعم أول شيء إثبات صحة الخاصة إي صفر. نعم، إذا لنسبة صحة الخاصة إي صفر أول شيء رمزناها إي إن، عملنا ترميز. نعم رمزنا لها الاثنين أصغر تماما من يو إن زائد واحد وأصغر من يو إن. الخاصة إي صفر هي أن نوجد يو صفر، يو صفر كانت 4 يو واحد واللي هي كانت عندنا 5 على 2 5 على 2 اصغر من 4 وهون عندي 2 تماما. اذا هون عندي هون هدول كلهم الاربعه اكبر من 2.5 او 5 على 2 وال 5 على 2 اكبر من 2. اذا الخاصه اي صفر محققه. نفرض صحه الخاصه اي ان ثم نبرهن صحه الخاصه اي ان زائد 1. اذا لقد فرضنا فرضيه الاستقراء ان الاثنين اصغر من يو ان زائد 1 وأصغر أيضا من يو ان. هذه فرضية الاستقراء. الآن مع ملاحظة أن التابع F متزايد من المجال من 2 إلى الزائد لا نهاية، فمعناتها عندما نأخذ صور هذه القيم فإننا نحافظ على جهة المتراجحة بسبب تزايد التابع. إذا مباشرة نستنتج أنه F الاثنين أصغر من F يو ان زائد 1 أصغر من F اليو ان. والله عجلة F متزايد، معلش أنت ذاكر ولا إيه نعم. أنت ذاكرة 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 بنص السؤال. نعم طيب نعم F الاثنين 2 زي تابعنا هون F الاثنين 2 أما F اليو ان زائد 1 هي يو ان زائد 2 و F اليو ان هي عبارة عن يو ان زائد 1. نكون بذلك اثبتنا صحه الخاصه اي ان زائد 1 وبالتالي الخاصه اي ان صحيحه من اجل كل الاعداد الطبيعيه ان. اذا نكون بذلك اثبتنا صحه الخاصه. هذه الخاصه قبل انتقال الطلب بعده نلاحظ اننا اثبتنا امرين، اثبتنا ان اليو ان زائد 1 اصغر تماما من اليو ان
متناقصه وهو تعريف المتتاليه المتناقصه. واثبتنا ايضا ان الاثنين اصغر تماما من اليو ان، اي ان المتتاليه يو ان متتاليه محدوده من الادنى. الطلب بعده، الطلب بعده. طلب 4C، استنتج ان المتتاليه يو ان متقاربه واحسب نهايتها. استنتج كما ذكرت قبل قليل المتتاليه في حاله تناقص تام ومحدوده من الادنى، بما ان المتتاليه متناقصه تماما ومحدوده من الادنى فهي متتاليه متقاربه. نهايتها ليميت يو ان تساوي الحل الوحيد للمعادله اف اكس تساوي اكس، والذي هو اوجدناه في الطلب السادس اللي كان 2. فاذا هون بنعرف انه اف مستمر، بنعرف انه محقق الشروط. نعم اكيد. كاملة، وهو تقاطع مع معمول الصفر بالأول. إذا رجعنا للمتتالية بنلاحظ أنه النهاية، نهاية المتتالية بدها تكون الحل الوحيد لهذه المعادلة كما ذكرنا استمرار واشتقاق التابع ضمن مجموعة التعريف. آخر طلب الرسم، وبالتالي إذا هون صار عندنا نهاية اليو إن. يعني هي استنتاج من الحل. نعم عندما الـ N تسعى إلى اللانهاية رح يكون عنا يساوي إذن الاثنين اللي هو حل المعادلة قبل قليل. الطلب الرابع رسم، ارسم مقاربات، ارسم منصف الربع الأول، آخر شيء ثم ارسم سي وتمثيل الحدود. إذا لنرسم مقاربات كان لدينا عنا نص إكس وفي عنا محور الواي أيضا مقارب شاقولي. إذا قمنا بتجزيء سريع 2 1 عندنا نقطة وعندنا هذا يمر بمبدأ إذا المقارب الأول اللي هو 1. ويقع الخط البياني فوق هذا الخط البياني فوق هذا المستقيم. كان لدينا القيمة الحدية اف الاثنين يساوي 2 قيمة صغرى محليا وعندنا المقارب، فإذا بيكون بهذا الشكل. إذا نتقارب من هذا الخط البياني ثم نتقارب من محور الواي. إذا أردنا أن نرسم منصف الربع الأول لإيجاد نقطة التقاطع ومن ثم تمثيل الخطوط البيانية سوف يكون بهذا الشكل. منصف الربع الأول سوف يمر من نقطة 2 2 اللي هي حل المعادلة، ويمر طبعا من المبدأ أيضا. يو 0 2 ليو 0 4 ليو 0 4. إذا أردنا أن نمثل إذا بدأنا من هنا ثم إلى منصف الربع الأول خط البياني منصف الربع الأول مع يكفي إيجاد الحدود الأولى نوجد نحدد هنا بهذا الشكل. هنا اليو 0 اليو 1 واليو 2. نلاحظ ان الحدود في حال التناقص كما اثبتنا المتتاليه متناقصه وايضا لن تتجاوز الاثنين، فهي فعلا يعني اثبتنا بشكل هندسي ان المتتاليه متناقصه ومحدوده ايضا من الاثنين. شكرا استاذ سامير. طبعا ضفت على التمثيل الهندسي وهذا موجود من الثاني الثانوي. بدانا بتمثيل الحدود ما والتقاطع من منصف الربع الاول بنشاط، وهنا تابعناه في الثالث الثانوي. دكتور جورج اذا بنتابع بالمساله الثانيه نستغل الوقت. المسألة الثانية مسألة هندسة، قد تكون رباعي وجوه، قد تكون مكعب، قد تكون يعني
لدينا متوازي سطوح، لدينا أشكال هندسية كثيرة تأتي المسألة، أحيانا ممكن تكون عقدية، ممكن عقدية وتطبيقاتها ممكن تكون المسألة، لكن هذا نموذج من أحد نموذج لنبين كيفية الاستفادة من الحل وإجابة الطلبات. مكعب طول حلفه 4، المعلم متجانس ربع ربع ربع، واضح أنه آبي 4 وآدي 4 وآي 4. أنا مع عندما نجد إحداثيات الرؤوس نكتب القاعدة أولا آ بي دي سي، لأنه سي مجموع بي ودي، والآ بتعطي إي والبي بتعطي إف والدي بتعطي آش والسي بتعطي جي. يعني وجد الطالب القاعدة تحت 4، كتب نفسه المسقط الثالث 4. إذا نبدأ لنتأمل A B C D E F G H مكعب طول حرفه يساوي 4، لدينا النقطة I منتصف A B والنقطة J تحقق العلاقة الشعاعية 4 A J يساوي 3 A D. ونتأمل المعلم المتجانس A مبدأ A ربع ال A B ربع ال A D وربع ال A E. المطلوب بداية إيجاد إحداثيات رؤوس هذا المكعب وأيضا النقطتين I و J. طبعا النقطة B موجودة على محور الإكسات فهي 4 0 0، والنقطة D على محور الوايات هي 0 4 0، والنقطة E على محور الرقم أو محور الزدات فهي 0 0 4. وبالتالي بأي طريقة أو من خلال إسقاط أو نستطيع حساب الـ C وإيجاد باقي النقاط في الأعلى، أو ممكن إذا كانت لدينا النقطة A فنستطيع إيجاد النقطة المقابلة لها قطريا وهي النقطة G. إذا كان عندي الـ A كلها أصفار وبالتالي G تكون 4 4 4، النقطة B هي 4 0 0 فالنقطة المقابلة فيها قطريا هي النقطة H فهي 0 4 4، والنقطة D هي 0 4 0 النقطة المقابلة لها هي F 4 0 4، والC تقابل الـ E فتكون C هي 4 4 0. النقطة I منتصف الـ AB 2 0 0، والنقطة J طبعا تقع على محور الوايات فبتكون الـ X والـ Z تساوي أصفار، والـ J هي 3. حاطط بس اللمعون A B C D، الـ A بتعطي E والـ B بتعطي F، C بتعطي G والـ D بتعطي H، الـ I 2 0 0 والجي حسب مو معرفي. هون يعني 3 ضرب 10 30 درجة أخذ الطالب وصار بالطلبات، طالما صار معلم فرطت المسألة يعني. نعم. بالنسبة للطالب الأول انتهينا منه. الطالب الثاني أثبت أن معادلة المستوي EIJ هي 6X زائد 4Y زائد 3Z ناقص 12 يساوي 0. بس أكد لي على النقطة، الـ E هي 0 0 4، إذا بنكتبها استعمل القلم، قلم مو بالأصفر بالأحمر معلش الـ E. E الـ E 0 0 4 0 0 4 عندنا النقطة الـ A عفوا E I الـ I نقطة I 2 0 0 نعم G 0 3 G 0 3 0. شو بيميز هذه النقاط؟ بدنا معادلة المستوي E I G، شو بيميز النقاط؟ تمام، هذه النقاط تقع على المحاور، تقع على المحاور. أنا لدي نشاط في الكتاب، نعم، قال إذا النقاط بتوقع على المحاور فمعادلة المستوي مباشرة هي X على A Y على B Z على C. تمام، X على A. هنا هذا النشاط توجد أنشطة تعطي قوانين، توجد أنشطة، يعني كل نشاط له هدف، مو جميع الأنشطة لا تعطي قوانين، جميع الأنشطة تمام. يعني ما بنصنف الأنشطة صنف واحد. هذا القانون صحيح كتب الطالب هيك مباشرة، إذا بتطبق لاحظ فبيكون عندي هنا الطالب وجد معادلة المستوي بثواني زائد واي الواي الإحداث الثاني 3 زائد زد على 4 يساوي 1
واذا ضربنا المعادله كلها ب 12 طبعا 3 ضرب 4 12 ضربنا ب 12 صارت 6 اكس تبع جنب معلش عنده 6 اكس معناتها 6 اكس اذا ضربنا هون ب 12 زائد 4 واي زائد 3 زائد 3 زائد ناقص 12 طبعا ناقص 12 يساوي الصفر. هنا اعطيت لنا اثبت ان معادله المستوي اي اجي. هلا ممكن يجي طالب يعوض النقاط تمام. محققه صح امامه صار طرق كثيره نعم. ممكن اشتغل على النشاط تمام اعطى النتيجه مباشره اسهل من تعويض النقاط الثلاثه يعني استغلال الزمن استغلال الوقت اعطى للطالب راحه نفسيه انه استغل ممكن يستغل ساعه من وقت الامتحان للمراجعه اما مو استغلال ضياع الوقت اني اكتب جميع الاسئله وانتم اختاروا الافضل لا انا اؤكد على دقه في الاختيار او اختيار الطريقه الانسب معادله المستوي معي نقطه وناظم فورا ا اكس زائد بي ا اكس ناقص اكس النقطه واي كذا معي شعاعين ومعي ناظم ومثبت انه عمودي عليهما كمان صار من الارتباط الخطي يعني ممكن ايجاد معادله المستوي باكثر من 5-6 طرق انا حسب المساله بشتغل نعم تفضل هلا الاعطاء المعادله في الامتحان يعني في السؤال بيريحنا الطالب نحن يعني يعني نحن اذا الطالب لو قلنا له اوجد معادله المستوي اي جي واخطا فيها سوف يعطينا خطا متراكم في باقي الطلبات بالاحداثيات نقاط التقاطع بحساب البعد بكذا بدنا نمشي على خطأه طبعا تماما ولكن هون بصير دقيق معه وبالعكس بيتاكد من جوابه وهون الارقام سهله وبسيطه تفضل بالنسبه للطلب الثالث اكتب التمثيل الوسيطي للمستقيم دي المار من النقطه A وعموديا على المستوي اي اي جي عندي هذا هو المستقيم هذا هو المستقيم دي هلا لايجاد اعيد التذكره حتى اوجد تمثيل وسيط للمستقيم احتاج الى نقطه منه واحتاج الى شعاع توجيه هذا المستقيم قلنا ان هذا المستقيم يعامد المستوي اي اي جي الذي معادلته هي هي وبالتالي فان ناظم هذا المستوي هو نفسه شعاع توجيه هذا المستقيم اي ان ال n للناظم هي نفس ال v شعاع توجيه المستقيم المطلوب دي وهي 6 امثال توجيه الناظم 4 و 3 المساله تقول ان هذا المستقيم يمر من النقطه A النقطه A احداثياتها 0 0 0 وبالتالي نستطيع كتابه التمثيل الوسيطي للمستقيم دي x يساوي 6 t y يساوي 4 t وz يساوي 3 t علما ان النقطه A هي نقطه المبدا 0 0 0 والt من r t من r احداثيات التقاطع هي حل مشترك مع معادله المستوي راح تطلع x 72 على 61 و4 تمام حتى نوجد نقطة التقاطع حل مشترك من حل مشترك يعني بنعوض المعادلات الوسطية في معادلة المستوي المعطى فنحصل على النقطة لاحظ هون كتاب تمثيل وسيطي الأستاذ بالسلم كتب إكس يا نص أو الناظم نص وثلث وربع أيضا صحيح ويعطي نفس النتائج ويعطي نفس النتائج مع لأن أشعة توجيه المستقيم تكون أشعة مرتبطة ومرتبطة خطية نعم وبالتالي في تعويض التمثيل الوسيطي في أو الحل المشترك مع معادلة المستوي حصلنا على نقطة التقاطع هي النقطة K الموضحة بالشكل الطلب الرابع أحسب مساحة المثلث AEJ طبعا هذا المثلث قائم في النقطة A نعم. وبالتالي مساحة المثلث هو نصف AE ضرب طول AJ AE هي 4 وهون 3 على 2 فبيطلع معي مساحة هذا المثلث يساوي 6 الحجم الحجم طبعا حجم نذكر قانون الحجم ال V هو ثلث مساحة القاعدة ضرب الارتفاع ارتفاع بعد I طبعا بعد I عن A وهو 2
طبعا نحن قلنا ان المساحه 3 ضرب 6 مساحه المثلث قاعده ضرب الارتفاع هو 2 مباشره بيطلع معي الجواب. ليش اختار ارتفاع 2 بعد اي عن المستوي وهو واقع على محور ال على اي بي يعني تمام. واضح انه البعد مباشره ما في داعي لحسابه. تمام نعم. الطلب الخامس احسب بعد اي عن المستوي اي اي جي. اي عن المستوي اي اي جي وهنا لدينا طريقتين لحسابه. اما نستخدم قانون بعد نقطه عن المستوي اللي هو بالقيمه المطلقه على تحت الجذر. نعم. او بما ان هذا المستقيم يعامد المستوي وبالتالي النقطه كي هي المسقط القائم للنقطه اي على هذا المستوي، اي ان بعد النقطه عن بعد النقطه اي عن المستوي يساوي البعد بين النقطتين اي وكي. وهنا امام الطالب طريقتين لايجاد اما استخدام هذا القانون او هو طول الاي كي نفسه من حساب حجمه وارتفاع استنتاج اذا كان معي مساحه القاعده. نعم. ومعي الحجم ممكن اذا كان تماما طريق الارتفاع. استاذ في عندنا اسئله. نعم. سريعه ما يقول اذا كان التابع اف متناقص اسئله على المنصه فهل تتغير جهه الاطراف المتراجحه؟ لا هنا اخذ الصوره لا تاخذ الصوره اطلاقا اذا اف متناقص الطلب يلغى تماما لا توجد تابع متناقص ومتلي مضطرده على الاطلاق. اذا لما بيكون التابع متناقص نلاحظ ان المتتالي تسير على شكل تناوب يصير مثل الزوبعة. نعم. اذا لاحظ بالكتاب جميع التوابع كانت متزايده او اذا كان تابع متناقص ما في طلب الاضطراد نهائيا. اخذ الصور خاطئ لا يمكن ان ناخذ الصور يعني قصده بناخذ الصور ونغير جهه التراجع لا. هلا السؤال الثاني استاذ هل ضروري ذكر الشروط عندما نحسب نهايه متتاليه تدريجيه؟ هلا نحن الشروط بنحطها ضمن اصلا بناء السؤال يجب ان تكون هذه الشروط محققه يعني لما نحطت هذه المساله تاكدنا من تحقق الشروط والا لا يمكن يعني انا لما بدي احل المعادله اف اكس تساوي اكس وبده يكون عندي تحقق لاكس من دي اف واف اكس من دي اف ايضا من المجموعه دي من هذه المجموعة. التدرج طلبات المسألة عطاك الشروط كلياتها انه ما يطلب انه بده يذكرها اذا كان الطالب ذكر الاستمرار وذكر هذه الشروط لا مانع طالب جيد فهمان بيذكرها. هلا لما ما تكون متدرجة بالمسألة فهي ما ياخذها ضمنا ما ياخذها ضمنا لانه جد النهاية فأكدت انا انه له نهاية واستفاد من الحل. اما ادرس النهايه ادرس وجود نهايه علل وجود نهايه هون انا طالبتك بالشروط انك تدرسها. فهذا جواب للسؤال بل ما بعرف شو الاسم بالجيس ماشي. نحن بنرحب باي سؤال. شكرا دكتور جورج. ما بعرف اذا عندك تعقيب للسؤالين او عندك في اي تعقيب. بس في استنتج مساحه المثلث كان اخر يعني استنتاج مساحه المثلث اي اي جي اي اي جي. هلا نعلم ان الرباعي اي 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 جي طبعا حسبنا حجمه في الطلب السابق 4 طبعا استبدلنا اذا استبدلنا فقط الراس بتم الحجم نفسه وبالتالي حجم الرباعي الذي رأسه A وقاعدته EIJ يساوي الحجم الذي رأسه I وقاعدته AEJ. عندنا الحجم وعندنا الارتفاع AK نستطيع حساب مساحة المثلث A. انا حكيتها بالطلب اللي قبله استنتاج الارتفاع تمام. ممكن استنتاج مساحة المثلث ممكن هذا الاستفاد من هذا الطلب تمام. شكرا دكتور جورج. نحن راح نتابع بالفضائية التربوية اليوم الساعة 2:00. كان عندنا أكثر من ندوة ندوتين أو ثلاثة يمكن اليوم نقتصر على ندوة وإذا تمكننا الأسبوع القادم من عرض ندوة أخرى سنعرض نموذج مختلف أيضا عن هذه النماذج. شكرا للمتابعة. شكرا أستاذ سامر. شكرا دكتور جورج. ان شاء الله نكون قدمنا الفائده لطلابنا ووضحنا قدر الامكان
بخصوصية الطلبات، الاستفادة، اختصار الوقت، بعض الخصوصيات في وكيفية قراءة ورقة الأسئلة وهذه الأسئلة. إلى اللقاء في ندوات قادمة، وشكراً.